أنا طالب عمر عبد العزيز القاضي من مواليد محافظة الغربية. تمام، احنا التنسيق بتاعنا ظهر في شهر 5، تنسيق اللي من السودان. احنا كنا سافرنا السودان عشان ناخد الكلية هناك، طبعا يعني غير التعب والمجهود وغربة سنة كاملة، وقعدنا 6 شهور بعيد عن أهلنا، تعبنا وتمرمطنا وجبنا مجاميع. كان هنا مصر عشان المجموع هناك ظهر، مجموع ظهر في شهر 5، من شهر 5 حتى وقتنا النهارده 11، النهارده 25/10، والتنسيق لسه ما ظهرش. بعتنا كل الالتماسات والاعذار للوزير وقابلناهم اكتر مره، مفيش. احنا كنا حوالي 300 طالب، استبعدوا مننا 200 و100 دخلوا بحجه اننا اتنسقنا قبل كده في سنين فاتت، مع ان احنا ما سجلناش ولا اي حاجه خالص. احنا سافرنا عشان ناخد الشهاده تاني. تمام، دلوقتي احنا عايزين نعرف احنا ما تسجلناش ليه، احنا عايزين نخش التنسيق زينا زي زمايلنا. احنا اتظلمنا، حرام. احنا دلوقتي هم ضيعوا مستقبلنا. يعني دلوقتي انا مش في كليه، ولو ما اتنسقتش هبقى طالع بشهاده اعداديه. انا دلوقتي تعبت وذاكرت، حق ده انا عايز اطلب حقي من مين؟ يعني حقي ان انا كطالب ابسط حقي ان ادخل كليه اتنسق زي زمايلي. مش عايز اقول اعمل تنسيق جديد، انا عايز اتنسق زي زمايلي. احنا قدمنا شكاوى والالتماسات وفاكسات لجميع مسؤولي الدوله، الاول وزير والنائب العام ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي واللي هو المجلس الاعلى للجامعات، واجتمعوا اكتر من مره وبرضه سلموا ان هم يستبعدونا. القرار ده انتوا طبقته السنه دي، بس اللي فاتت كان عادي بياخد كليه وبيخش يحسن بيخش عادي. دلوقتي انت بتطبق القرار السنه دي ليه؟ مش المفروض انت بتطبق قرار على السنه الجديده انت بتعمله اصلا راجع ليه؟ عايز تطبقه السنه الجايه، عايز تلغى اصلا السودان خالص الخامس السنه الجايه. لكن ما تاخدنيش انا كبش فدا، مش انا ابقى كبش فدا للسنين اللي جايه.